محاربة الفساد. باقي هادشي عندك هاد البريكو ولا مزدوجين زين، لأنه الموك طرات عليه الهضره ما بقينا عارفين لا الفساد شنو هو ولا المحاربه ديالو شنو هي ولا شكون اللي غيدير هادشي. ولينا كنشكو كاع واش كاين شي فساد في المغرب ولا لا. كتشكو واش كاين فساد في المغرب؟ لا حيت الفساد راه ما بقاش طابو في المغرب بحال الفقر. لا هو الفقر كان فواحد اللحظه ما كيهضر عليها المحاربه ديالو اللي مصيبه. لا انت قلتي ما بقاش قلت لك بحال الا ما بقاش زعما. وشوف انت شحال ديال المتابعات غير كانوا في السنوات الاخيره والتقارير المجلس على الحسابات راه صعيب تقول ما كاينش اراده ديال المحاربه. ما كاينش اراده والله ما قلتها. قلت غير الحجم ديال المصيبه. دائما كان كيعجبني نستعمل هذا الوصف ديال المصيبه ما كيكونش بحجم الاجراءات اللي كدار ليه. شوف كتعاملوا بحال عادي وصافي. ايوا شنو بغيتي نخلقوا واحد الحاله ديال وحركوا لنا شي شويه هذا الشيء هذا راه الشان العام هذا هو الشان العام. انا سبق لي قلتها في احدى المناسبات قلت بانه اسوأ مقاربه لمحاربه الفساد هي المقاربه التي تسخر الفساد لتصفيه الحسابات السياسيه والتسييس ديال المحاربه. لا ما نحاربوش بالفساد السي بن عبد القادر. لا راه حيت كاين بعض الدول امريكا اللاتينيه وغيرها يعني الفاعلين السياسيين تيجرجروا بعضهم في المحاكم والسجون باسم محاربه الفساد. باسم محاربه. حنا ما اخترناش هذه المقاربه السي الرمضاني. حنا اخترنا المقاربه القانونيه والحقوقيه والتواصل والزجرية أيضا والتكوينية لأن الفساد هو ظاهرة سوسيوثقافية ماشي قضية أنه غتأخذ واحد العدد ديال القوانين وتتبع الناس إلى غير ذلك. ولكن مع ذلك السيد للأسف ما بقاش لنا الوقت بزاف. أنا غادي باش نختموا هاد المسألة هذه. البلاد فيها وضع معين ما عاجبش بزاف الناس. نقدر نقول لك ما عاجب حتى حد. أعلى سلطة في البلاد قالت لكم أودي راه هذا الشيء اللي كاين في المغرب راه ما عاجبش. نعم ولكن النخبة والحكومة يلاه كدير الحصيلة ديالها وفرحانة كأنما ما كاين والو. كنقول أنه الإشكال علاش كدير هذا الاستنتاج كأنها ما كاين والو هذه غير من عندياتك. كأن ما كاين والو. قد يخيل إلي نقدر نكون غلط نقدر نكون واهم نقدر نكون عندي لا 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 خص مجهود كبير لتعزيز قيم النزاهة في المرفق العمومي ولتجديد الترسانة القانونية وللتوعية والتثقيف باش تعمل النزاهة في كل دوالب الإدارة وحتى الحياة العامة والسياسية أيضا. شو ديروا لينا نتوما؟ لا بحال كتسناو شي حد يديروا. لا أبدا حنا تشوف راه منين إذا كانت عندك الذاكرة شي شوية تتبع العمل الحكومي ماشي بزاف واش تتعقل الاجتماع الثالث ولا الرابع ديال هاد الحكومة من بعد التنصيب ديال البرلماني كان اول مرسوم صدقت عليه الحكومه شنو هو انشاء لجنه وطنيه لمحاربه الفساد بمقتضى مرسوم. ما تقوليش هذه اليه شكليه وصوريه وكذا. لا 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 ما خشب الواقع السي بن عبد القادر اش بينتوا لينا فيه؟ كيفاش بينتوا؟ نقطعوا الريوس في الشارع. خلقنا لجنه وطنيه لمحاربه الفساد باش تبشر الملفات ودير الترسانه القانونيه ودير الاليه المتابعه ودير التقرير سنوي على محاربة الفساد. هذا ماشي عمل هذه لغة خشاب. إوا شنو هو محاربة الفساد؟ نبداو نخرجوا نقولوا هذا بوندي هذا شفار هذا ما يسواش. لا بالنتائج وغندخلوا في الشعبوية. لا علاش الشعبوية؟ لا لأنه كاين شوف الأمور راها في غاية الجدية. رحنا دولة الحق والقانون خصنا إطار قانوني والإطار القانوني كترتب عليه واحد العدد ديال الآليات. يمكن هذه اللغة ما تعجبش البعض ولكن الأمر كذلك حتى في أعراق الديمقراطية. خصك القانون والقانون خاصك تفاوض عليه وحنا كاينه واحد الاغلبيه ائتلافيه. وهنا فين كنقول بانه الاشكال اللي وقع هو انه الحجم المشاكل اللي عندنا في التدبير كنتعاملوا باردين بحال ما واقع بحال في بلاد عاديه الامور. حنا في السويد كنديروا التدبير العادي الاداري. لا حنا ماشي في السويد ماشي في المغرب ولكن ايضا فيه الطقس معتدل. حنا ماشي باردين بزاف ماشي سخونين بزاف ماشي سخونين خدامين ماشي باردين ولكن ايضا ما كنغليوش ما كنغليوش